استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم عائلة المسلم، حيث رفعوا إلى جلالته أسمعيات الشكر والعرفان على تفضل جلالته رعاه الله بأمره الكريم ببناء مجلس للمناسبات لعائلتهم. وقد رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وهنأهم بفوز معالي السيد أحمد بن سلمان بن جبر المسلم رئيس مجلس النواب برئاسة مجلس النواب، معربا حفظه الله عن تهانيه له ولجميع أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير الوطن ومواطنيه الكرام، مقدرا جلالته الجهود التي يبذلها أهل البحرين جميعا في خدمة وطنهم وتطوره وتنميته، مشيدا بما يربطهم من تكاتف وأخوة في ظل الأسرة البحرينية الواحدة. وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم لجلالة الملك المعظم على هذا اللقاء، داعين الله تعالى أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بمنفور الصحة والسعادة وأن يحقق للبحرين كل ما تصبو إليه للمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.